سيداتي آنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم. إدريس الريفي معكم في حلقة جديدة. قبل التطرق إلى الموضوع، أحب قبل كل شيء أن أطلب منكم المساندة والدعم للسيد الدكتور نور الدين بالحداد. نور الدين بالحداد كما يصف نفسه علبة مليئة بالأسرار، مليئة بالأحداث التاريخية التي مر بها المغرب وبالخصوص قضية الصحراء المغربية. أطلب منكم المساندة للدكتور نور الدين بالحداد في على الشان التي تتبع له التي تسمى مفاتيح تاريخية. قلنا هذا، والآن لنتطرق إلى الموضوع ونتكلم على السيد رشيد نكاز في حلقة أو كما نقول بارت 2، الجزء الثاني. رشيد نكاز، هل هو فعلا معارض؟ صراحة أنا أقول لكم بأنه ليس بمعارض، وإنما هو شخص متعارض. فرق شاسع ما بين المعارضة والتعارض. السيد رشيد نكاز أو نكاز طيلة مشواره السياسي أبدى على تقلباته السياسية، أبدى على شخصية لا تثبت على مبدأ. فأمسا كان يصخب وكان يصب جم غضبه على المغاربة ويتهمهم بأنهم ناس لا يقرؤون، ومرة أخرى 24 ساعة بعد يظهر في حلة جديدة رجل هادئ يتكلم بطريقة لم نتعود عليها. إذن فهو ذو شخصية متقلبة، ولهذا أنا أحب أن تكون هذه الحلقة الأخيرة التي سأتكلم على هذا الشخص. لأنه في الحقيقة حلقتين لا أظن بأنه يستحقها، ولكن ما دام بأنه تجرأ وأبدى أو أرسل كما يقول أرسل برسالة إلى ملك بلاد صاحب الجلالة محمد الثالث، ولا أظنها بأنها ستصل، يعني ليس له القيمة الكافية لكي يصل إلى مقام جلالة الملك محمد الثالث. المساج الذي أرسله ولم يصل. إذن لننظر أولا لماذا أقول بأنه شخص متعارض وليس بمعارض. فكما قلت لكم، ليس كل من يقول أنا معارض فهو معارض، يعني سيكون سهلا. لكي تكون معارضا يجب أن تثبت بأنه فعلا أنت معارض وأنك ثابت على مبادئك. وهذا ما ينقص لهذا الشخص الذي يصنف نفسه بالسياسي الجزائري. فأولا لننظر إلى هذه الفيديو التي سوف تظهر لكم أي شخصية تكمن في هذا السيد. لننظر.
شوفوا الشعب الجزائري هذا وليد العيداني بغى يقتلني. شوفوا اش قال لي، شوفوا وليد العيداني بغى يقتلني، شوفوا وليد العيداني، شوفوا اش دار فيا في نويسيق سغسال، بغى يقتلني، شوفوا شوفوا بغى يقتلني. يتبين لنا بعد مشاهدة هذه الكبسولة بأنه لا يمكن ولا أصدق ولا أؤمن بأن أي جزائري ذا عقل سليم سوف يختار هذا الشخص كرئيس، أن يمثل به كما فعل. قد أحرق كل أوراقه، قد أحرق كل أوراقه ليصبح دي شخصية ذا مصداقية، يعني مصداقيته هبطت إلى الحضيض من بعد هذه الحادثة التي لم أرى أي شخص أو شخصية سياسية مغربية أو جزائرية أو تونسية وصلت إلى هذه إلى هذا الحضيض. ثانيا لأظهر لكم بأنه شخصية متناقضة، لننظر إلى الكبسولة الثانية. رشيد الكاس من مواليد 74 من ولاية تشلف دائرة عين مرة. جئت للمجلس الدستوري، جئت للمجلس الدستوري على اساس اني باغي نترشح. خلوني نكمل، سمعتي بيتيسيون، خليني نكمل. كملنا فهمنا. ثم تعرفون رشيد نكاس صح؟ صح رشيد نكاس ما يقدرش يترشح، صح هو يبقى ديما معايا، هو اللي راح ينظم الحملة. إذن من هو هذا؟ أهو رشيد نكاز الذي عودنا بوعوده الفاضية، أم أنه هو رشيد نكاز الميكانيكي المسكين؟ من هو؟ كيف يمكن لشخص أن يلعب ويتلاعب بأحاسيس وتلاعب بقضية مصيرية للناس الجزائريين، ويأتي في آخر دقيقة ليعلن للناس بأن رشيد نكاز الميكانيكي هو الشخص الذي سوف يتقدم للانتخابات الجزائرية؟ هل هذا معقول؟ هل رأيتم مثل هذه في أي بلد من العالم؟ لا صراحة، أنا أفضل أن نتعامل أو أن يتعامل المغرب مع حكام الجزائر الحاليين والسابقين والآتين، ولا أن يتعامل مع شخصية مثل هذه المتقلبة التي ليس لها أي مصداقية. فهذا الشخص المتعارض الذي يقول قالها علانية في كبسولة، يقول أنا مؤرخ هيستوريا، أنا مؤرخ، بحث ولم أجد له أي أثر على الساحة الفرنسية التي تثبت بأنه فعلا مؤرخ، بل وجدت بأنه شخص حاصل على ماجستير في مادة التاريخ، ولكن ليس كل من هو حاصل على جائزة الماجستير يمكن أن يصف نفسه بأنه هو مؤرخ. خطأ جسيم، يعني يعطي لنفسه أوصافا وألقابا لا تليق به أولا، ولا هو في مستواها. فلأخذ مثلا
ليس على طريقي الافتخار أو شيء من هذا القبيل أبدا. فلدي ماجستير ولدي وأنا مهندس، فعلا ماجستير ومهندس، فهل يحق لي أن أقول بأني باحث؟ أبدا لا يحق، لا يحق، لا يحق، لا يحق. هذا هو عدم الاحترام أولا الدبلومات التي حصلت عليها، وعدم الاحترام للمستوى الدراسي الذي وصلت إليه. إذن لست بمؤرخ، وإنما هي كذبة من الأكاذيب التي عودنا عليها. فرشيد نكاز يتعامل على أساس اللعب بالأوتار الضعيفة. فما هو الوتر الضعيف عند سكان شمال أفريقيا؟ التدين، التدين. الوتر الضعيف عندنا نحن أهل شمال أفريقيا وهو الوتر الديني. فهو يتلاعب على الدين فيقول بأنه نحن شعبين مسلمين وشعبين يصلون 5 صلوات ويقرؤون القرآن ويصلون في المساجد. ما دخل هذا في الموضوع؟ ما دخل هذا في الموضوع؟ دخل هذا في الموضوع أو إدخاله هذا الموضوع إنما هو للعب على هذا الوتر الضعيف، لكن لن تمر، لن تمر، لأنه كثير من الناس مروا من نفس الطريق وفشل، وفشلوا. لن تستطيع أن تفعل ما فعل المبشرون المسيحيون في أفريقيا، أعطوا الناس الإنجيل وأخذوا الأرض، فأنت تعمل نفس الشيء، تبيع لنا التدين وتريد أن تأخذ أرضا بغير حق. فهذا التلاعب لا يمكن أن يمر وغير مقبول من شخص سياسي، غير مقبول. كمل خونا، كمل، ما عندناش الوقت على بالك، كمل. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي يصرى فيه من الندوات والعدد الكبير. نقص الصوت نتاع التليفون. السيد اللي امامكم هو رشيد حقيقي بالاسم الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح والسلام واصل، ها عنده شبه اسم شبيه باسم السيد رشيد نكاز الاخر، وهذا هو يثبت ذلك. فيه ملف كامل اداري، طبعا هذا ملف اداري، لكن هو عارف بانه قدم ملف وهو نفسه يشهد بذلك امامكم، لكن هو مش متعود على الصحافه والاسئله كثيره، لكن قدم نفسه وقال لكم انا جيت. يا اخي هكذا رشيد؟ انا رشيد نكاز المولود في شلف كما قلت عام 74، جيت قدمت للمجلس الدستوري بملف ترشح وكذا وكذا. هذا هو التصريح نتاع اي مترشح، فقط كما عملنا مع كل مترشحين، كاين اللي قدم خطوط عريضه وتصريح اكثر، وفيه اللي يختصر فقط. واضح رشيد؟ On parle du candidat vrai juste devant vous. C'est pas à moi de commenter l'autre. انا جوب انتما. Non non non, je parle pas à ta place. تكلم معاه. تكلم رشيد. ريح دقيقه. لا لا فهم الشعب. انت الشعب مالك. انا رشيد نكاز هو اللي قدم لك ترشح تاعو شبيه باسم خليه يهضر شي يهضر
المال عادي واش كاين عندنا وشي هذا اي مترشح رشيد نكاز ما يسمحلوش القانون باش يترشح قدم نفسك فوالا انا يسموني انا يسموني نكاز رشيد ماشي مشكل ماشي مشكل انا اللي بغيتوني نسحب نسحب ماشي مشكل كاع ولا ما هي مشكل كاع يا واه واكو يجي رشيد نكاز ما يهدر معاكم يقدر يجي يهدر معاكم ويفهمكم وعلاش فوالا تخيل لي ماشي عندي حق باه نترشح لا رشيد جابك في بلاصتو باش ترشح ولا انت جيت وحدك فهمنا دوك حنا تبني سؤال رشيد رشيد ود عمي استمارات يملوها المواطنين جميعا باسم رشيد نكاز الحقيقي ولا باسم كذا رشيد نكاز رشيد نكاز ولكن جماعة احنا عاود لك مرات خلص الاسم صرح صوته صورته بس ماشي رشيد ما تشوفش فيها بلي انتحال صفة القانون يعاقب عليها مش انتحال صفة من حق اي مواطن يتقدم بالترشيح نتاعو اوكي هو اذا كان عنده اسم شبيه اسم طارش النقاز وقال لك راهو قريبي خلاص هو قال لك تقدمت انا للترشيح وقال لانه هو عنده 10 سنوات مش اقامه وكذا شروط انت ما سمعتوش انا سمعوا كلش الاستمارات كيف المواطنين ملوها الرشيد النكاز المغترب ما ملوهاش لهذا السيد انا هو تسالي انا اسال المترشح انتم اللي تدقوا في القانونيه تاع المواطنين انا مسؤول اعلام نتعامل معاك انت مانيش جاوب بلاصه المترشح المترشح نفسه قال شي هذا سمعت المترشح واش قال قال لك انا هو نكاز رشيد وهذا قريبي وانا قدمت استمارة ترشح تاعي وخذا وصل استلام صح سمعتني درك واضحه الصور تاعي اللي صوبوزه هذا عايش في الجزائر زيد في 74 والاخر راكم عارفين المعطيات تاعو لا تنطبق تماما قال لكم انا اللي قدمت وانا اللي خذيت وصل الاستلام فقط وكي قلت له علاه وراهو سالته زميلتكم قال لكم لانه العائق ان الاخر رشيد نكاز الاخر مش العائق تاع 10 سنوات شرط التسجيل الاقامه في الجزائر وانتم عارفين الاخر الاقامه تاعو هذا قدم الملف تاع الترشح هذا هو الحقيقي وعنده الاستمارات تتقل هو اللي قدم الاستمارات تاعو طبعا نجيب الاستمارات استمارات دراستها وعددها ومن الشروط احنا نحكيو هل الشخص الحقيقي اللي قدم الملف هو هذا ولا لا هذا هو الحقيقي وصدقوني لو ما جاش هو ما يجيكش ويقعد ويصرح لك في الظن بلي انه يجي يعني هذا اللي جبته من الغريب أن السيد رشيد نكاز ليس بالميكانيكي الآخر الذي أتكلم عليه رشيد نكاز وان باسون والله هذا رشيد نكاز ميكانيكي تألمت له صراحة تألمت له وضعته في موضع حرج شدا لا غفر الله لك لا غفر الله لك على أي حال رشيد نكاز كل مرة منذ سنين وهو يعيد نفس الأسطوانة ما هي الأسطوانة؟ يقولنا بأنه السلطان محمد الخامس رحمه الله السلطان محمد الخامس أبان الثورة الجزائرية كان في بلده 5 مصانع للأسلحة لتموين الثورة الجزائرية
خمس مصانع، لم أقول هذا، هو قالها، خمسة مصانع كلها مخصصة للثورة الجزائرية. تتذكر هذا فعلا وتقول هذا في كل مناسبة، ولكن ما كان جوابكم؟ أهل السياسة، ما كان جوابكم؟ جوابكم أنكم جعلتم من منطقة تندوف منطقة تسكن فيها عصابات الإرهاب والإجرام، عصابات دخلت إلى المغرب وقتلت منا جلودنا. سخرتم كل أموالكم، سخرتم كل طاقاتكم، بذلتم واشتغلتم ليل نهار للنيل من استقلالي ومصداقيتي المغرب. أهذا هو الرد؟ سلطان محمد الخامس يعينكم بخمس معامل ومصانع لتموين الثورة الجزائرية، وأنتم جعلتم من منطقة تندوف منطقة تمولوها لكي يضروا بالجيش المغربي، يضروا بمصالح المغاربة، لتقسيم المغرب. هذا هو الرد؟ إذن من فضلك لا تذكر هذا المثل لأنه يضر بك، وهي حجة عليك ولا هي لك، إنما هي حجة عليك. لم تستطيع أهل السياسة أن تصلوا إلى هذه القيمة الملكية للتعاون الأخوي، بل طعنتموهم في الظهر وجعلتم من منطقة تندوف منطقة لزعزعة استقرار شمال أفريقيا ككل. السلطان محمد الخامس رفض التفاوض مع فرنسا. أنتم الذين تقولون بأن فرنسا ما زالت تستعمل المغرب، رفض التفاوض مع فرنسا على مشكل الحدود، رفض وقال أنا سأتفاوض مع الممثلين الشرعيين للبلد، أنتم إنما احتلال مار. ماذا فعلتم أهل السياسة؟ تنكرتم وخلقتم مشكلة حرب الرمال. أنتم محمد الخامس رحمه الله رفع نفسه إلى قيمة الملك السلطان، وهذه مشكلتكم، لكم لم تستطيعوا أن تصلوا إلى هذه القيمة، قيمة السلطان الذي بتربيته الدينية بتربيته الملكية كان ينظر إلى أننا إخوة، ولكن مع الأسف أثبتتم العكس. فلا تطلبوا منا أن نكون إخوة، أنتم ضربتم في الدار وطعنتم في الدار أهل السياسة، أنتم فعلتم كذلك. قد يقول البعض بأني أنا مخطئ لما أقول بأن السلطان محمد الخامس قد أخطأ. أنا أقول في نظري أقول بأنه قد أخطأ برفض التفاوض مع فرنسا وانتظار التفاوض مع الممثل الشرعي للجزائر. بالنسبة لي أنا هذا خطأ. بالنسبة للسلطان محمد الخامس أنا ذاك على حق، ومئة ألف مرة على حق، لكن لما أنظر إليها أقول بالأسف، أقول متأسفا، ما كان محمد الخامس رحمه الله أن ينتظر
أن يكون هناك ممثل، لأنهم كلهم خونة، كلهم صارخي الثورة الجزائرية، كلهم اختطفوا الثورة الجزائرية. فلو تفاوض المرحوم السلطان محمد الخامس مع فرنسا لما كان هناك مشكل، ولكن شأن كبير ما بين ملك يتكلم بقيمة ملك وبرفعة ملك وخطافي ثورة وخاطفي ثورة، فرق شاسع. لقد عملتم مع محمد الخامس الذي أعانكم، ساندكم، عمل و محمد الخامس رحمه الله طعنتموه أنتم الذين خطفتم الثورة الجزائرية، فعلتم ما فعلتموه مع السلطان مولاي عبد الرحمن، نفس الشيء. السلطان مولاي عبد الرحمن نفس المنطق، سلطان يجب أن يحمي أهل الدين، أليس كذلك؟ نعم، قدم للحاج عبد القادر الجزائري الأموال، المال، السلاح، الجنود، بل إنه لم ينتظر أن يفكر ماذا ستكون العاقبة إذا خسر الحرب مع فرنسا. سلطان، نظرة سلطان، نظرة ملك، نظرة أخوة، نظرة رعاية. أخي، أنت أخي، أنا مجبر قبل أن أكون مطلوبا، أنا مجبر أن أكون معك ولا عليك. ولكن ماذا كانت النهاية؟ شخص يحتمي بالفرنسيين ويقول بأن مولاي عبد الرحمن، السلطان مولاي عبد الرحمن هو الذي خانه مرتين في تاريخ قبل الحسن الثاني رحمه الله، مرتين خيانة. ولكن لكم لا تنظرون إلى الأمور بنفس النظرة، لأنكم كلما تكلمتم يا أهل السياسة كلما تكلمتم إلا وجعلتم نفسكم ضحايا، أنتم ضحايا كل شيء، ضحايا الفضائيات، ضحايا فضائيات و ضحايا الزلازل، ضحايا إسرائيل، ضحايا عدم الاستقرار، ضحايا الغلاء، ضحايا تدمر الشعب الجزائري، كلكم ضحايا. والآن لنرجع إلى شخصية السيد رشيد نكاز، هذا الشخص الذي كان أبنى دونك مداخلته يقول بأنه تعب من هجومات الدباب المخزني، ولكن كلامك يرد عليك، لأنه من خاصية الدباب أن تجتمع على شيء نتن، شيء رائحته غير طيبة، شيء فاسد، فكلامك كلام فاسد، ورائحة تعاليقك ورائحة مقترحاتك
نتنة. فليس من العجيب أن تهاجم من الدباب، ليس بالعجب. ألم أقول لك بأنه من صفة الدباب أن تجتمع وتتهجم وتهجم على من كان رائحته نتنة ورائحة تعاليقك نتنة. ثم وصلت به الوقاحة إلى أن يقول للناس الذين كانوا يعلقون على مداخلته، يقول بأنه يجب أن يبدلوا اللوجيسيال في مخهم. وأنا أقول أنت لازم أن تعاد برمجتك من جديد، فورماتاج كومبلي. لازم أن تفورمت العقل وليس تبديل اللوجيسيال عند أهل المغرب. فالمقترحات والمبتغى، المقترحات والمبتغى بينك وبين أهل السياسة، ليس هناك اختلاف، ليس هناك اختلاف. كما يقول للذهاب إلى روما ربما تمر عبر باريس كما قد تمر عبر برلين كما قد تمر عبر أنقرة، ولكن المهم أنك تريد أن تصل إلى روما. فكلكم لكم مقترحات يمينية يسارية شرقية غربية، كلها اجتمعت على شيء واحد وهو فصل الصحراء على المغرب، لا قل ولا أكثر. فمقترحك بالكوندومينيوم كما تسميه مقترح غبي، مقترح غبي. يأتي من شخص يقول بأنه يقرأ التاريخ وبأنه مؤرخ، فلا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المغرب، لا يأخذ بعين الاعتبار تاريخ المغرب، فيأتي عبر قراءته لويكيبيديا أو قراءته السطحية للتاريخ ويريد أن يفعل ما فعل آخرون، تعمل كوبي بيست. فعلتم نفس الشيء في السودان، مزقتم السودان إلى دولتين. وما كان السودان لينقسم، ما كان السودان لينقسم، ولكن فعل كل ما كان في المستطاع ونجحوا في مخططهم، فقسموا السودان إلى قسمين، سودان الشمال وسودان الجنوب، مع أنه حدود كما تقولون هي موروثة عن ما بعد الاستقلال. فقسمتم، لن يمر هذا في المغرب، لن يمر هذا في المغرب. فمقترحك مقترح لا يصل إلى درجة العقلانية، إلى عقلانية، إنما هو مقترح صبياني. يقول بأنه سوف تجتمع الجزائر والمغرب لحكم هذه المنطقة، ويكون فيها نوع من الترانزيسيون، مرة المغرب مرة أخرى الجزائر، وفي الأخير يعمل هناك استفتاء، فإن شاءوا الاستقلال التام فنعطيهم الاستقلال التام، وإن شاءوا أن يبقوا مع المغرب فهم أحرار في ذلك. من بعد كل هذه السنين، من بعد كل هذه التضحيات التي ضحى بها المغرب ملكا وشعبا لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، وتقول لنا يجب أن نعمل كوندومينيوم، هذا من المعقول؟ ما دخل الجزائر حتى يفعل هذا المغرب؟ ما دخل الجزائر؟ المغرب يقول بأن الجزائر أو الحكومة، عفوا الحكومة الجزائرية هي متورطة
متورطة في هذا النزاع. لا يعتبر، لم يقول بأنه يعتبر بأن الصحراء هي محط نقاش مع الحكومة الجزائرية، إنما يقول بأنها الجزائر طرف في الصراع، هي من تمول المجرمين، هي من تسلح المجرمين، هي من تسمح للمجرمين من الانطلاق من أراضيها إلى المغرب، هي من تسمح بسجن الأسرى، الجنود الأسرى على ترابها، هي من تسمح بتعذيب الأسرى الجنود المغاربة على أراضيها. هذا هو منطق المغرب. المغرب لم يقل بأنه منطقة الصحراء هي محطة نقاش مع الجزائر أبدا. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ ما هذا الغباء؟ ما هذا الغباء؟ وتأتي لتقول بأنه نحن إخوة، وأنا عشت في 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 مراكش، وأنه خالتي حادة وجو سي با كوا، يعني والنهاية ماذا؟ والنهاية هي نأخذ الصحراء بعد كل هذه التضحيات؟ هذا معقول؟ لا، هذا غباء، هذا غباء. أنا في نظري، أنا في نظري يجب أن تتكلم وتناقش هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية القبائلية فرحات مهني. يجب أن تناقش هذا معه. يجب لمنطقة القبائل وجمهورية القبائل وإقليم القبائل كله أن يخضع لهذا المنطق ما بين الحكومة الجزائرية والحكومة القبائلية. ومن بعد 10 سنين استفتوا الناس، فإن قبلوا بكم سوف يستمروا معكم، فإن لم يقبلوا فليأخذوا استقلالهم. عليكم بأنفسكم، عليكم بأنفسكم قبل أن تعطوا الدروس إلى الآخرين، طبقوها على أرض واقعكم. ولكنكم فاشلين وغير قادرين، غير قادرين. فإن كان منطق الكوندومنيوم يسري على كل الدول، فلماذا إسبانيا تتعنت في الاستجابة لمطالب شعب مأكبلي في كاتالونيا وتقول نعمل نفس الشيء؟ 10 سنين ومن بعد ذلك فالشعب الكاتالوني سوف يقرر مصيره بنفسه. لا، لا نقاش في ذلك، لا نقاش في ذلك. هذه الدول التي تحترم نفسها، لا نقاش في ذلك. كاتالونيا لا تتجزأ عن إسبانيا، فلنعمل نفس الشيء في الألزاس، أو لنعمل نفس الشيء في البي باسك، لنعمل نفس الشيء في الكورس. لا، يعملوا نفس الشيء في مناطق بعيدة كما سميتها لنوفيل كاليدوني، والمناطق التي ليس لها مقومات، مقومات لتتمتع بما تتمتع فيه حاليا. الناس هناك ليسوا بأغبياء، إن رحلت فرنسا رحل كل شيء، فاختاروا البقاء مع فرنسا. اذهب إلى غويان الفرنسية واسألهم هل تريدون الاستقلال؟ أغلب يقولون لك لا، أنت أهبل. ولكن أن يطبقوا نفس المبدأ في الألزاس أو في الكورس، لا لا، هذا جزء لا يتجزأ من البلد. فالصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، قبلت أم كرهت، هذا هو الواقع. إن أردت أن تقترح فعليك أن تقترح شيئا آخر، مثل
بالدارجة المغربية دخلوا سوق راسكم، ليس لكم دخل في صراع الصحراء، ليس لكم دخل، ليس لكم دخل في الصحراء، ليس لكم لا ناقة ولا جمل هناك. انسحبوا من هذا المشكل، وإلا فهو دمار الجزائر، دمار الجزائر يمر عبر عبر التعنت لتحقيق حلم استقلال الصحراء وتفقير المغرب وتجزيء المغرب لتبقى الجزائر قوة واحدة في شمال أفريقيا. هذا سيؤدي بكم إلى الكارثة، ومن يؤدي الثمن عندكم؟ الشعب هو الذي يؤدي الثمن. قلت لكم قبل قليل بأنه هذا الشخص يقول بأنه مؤرخ، ولكن مؤرخ يختار مواضيعه، فالمغرب في العالم الإسلامي كانت هناك إمبراطوريتان، اثنين، الإمبراطورية العثمانية وإمبراطورية العلوية الشريفة أو الإمبراطورية المغربية، اثنين. حتى أنني قرأت ولا لا يمكنني أن أجنب أنه هذا صحيح أم خطأ. آخر سلاطين الخلافة العثمانية كان قد اقترح أن يؤتى ب كما يسمونه القلادة العثمانية وتعطى للسلطان محمد الخامس على أساس أنه هو الخليفة الذي بقى في الساحة الإسلامية. لا أمكن أن أجنب أن هذا صحيح، ولكن فعلا قرأت هذا الموضوع. إمبراطوريتان اثنان، وكان من المهم بالنسبة للقوى الاستعمارية آنذاك وهو تجزئة هاته الإمبراطوريتين إلى أقسام أجزاء. فعلوا ما فعلوا بمساندة الشعوب العربية في الشام والعراق والسعودية والحجاز بصفة عامة، فانهزمت الخلافة وانتهت إلى الأبد. قسموا فجعلوا من الخلافة العثمانية الآن تتواجد فقط في تركيا الحالية. نفس الشيء بالنسبة للمغرب. المغرب قسم إلى أكثر من خمسة أقسام، وهذا بالذات يعني الأستاذ الذي أشرف على هذه التجزئة وهي فرنسا. إسبانيا كانت كما يقول الأستاذ نور الدين بن حداد ما كانت إلا لعبة في يد فرنسا. إن قالت فرنسا لا، إسبانيا لا تتحرك. إن قالت لإسبانيا خذ الطريق، تأخذ الطريق. فالذي أشرف على تجزئة المغرب بالخصوص وهي فرنسا. وهي فرنسا صديقتكم وحبيبتكم يا فرنسا، هي التي أشرفت على تقسيم المغرب. وليس لأن هناك مبدأ الذي تبناه الأمم المتحدة يقول الحدود الموروثة على الاستعمار لا يجب تبديلها، هذا لا
لا يجبرنا أن نتنكر لتاريخنا وأن نعيد إلى بلدنا ما أخذ منا. لما لا؟ إذا كان هناك شعب مثل شعب اليهود الذي يقول بأنه له الحق في أن يعود إلى بلاد أخرج منها 2000 سنة، فما الذي وتسانده كل دول العالم وتعترف به كل دول العالم؟ وأنا هنا ليس لأناقش هذا الموضوع، ولكن أقول ولما المغرب له الحق في أن يسترد أراضيه؟ ليس لأنكم أخرجتم من هذا المبدأ فهذا يمنعنا بأن نستعيد أراضينا، وأنت أول من يقول هذا، أول من يقول بكلام فيه نبال، تتكلم على سبتة ومليليا. لا يهمك، لا يهمك، لم نستنجد في التاريخ بأي أحد من الشرق، لم نستنجد، لم نستنجد في التاريخ. معركة الزلاقة، معركة وادي المخازن، أنوال، أعطيك فقط 3 أمثلة. التاريخ مليء بالمعارك، سبت ومليليا كما تقول من 500 عام لم يغفل السلاطين المغرب البال عنها، كما فعلوا في موغادور، كما فعلوا في كل السواحل الأطلسية، واستصعت عليهم سبت ومليليا ولم يستنجدوا بكم. وسترجع، سترجع، لا يهمك، لا يهمك. إذا كانت إسبانيا لها نفس المشكلة مع إنجلترا فيما يخص جبل الطارق، فاذهب فقل لهم نفس الشيء، لقد استصعصت عليكم استعادة جبل الطارق. أو اذهب إلى لاس مالفيناس وقل لهم بأنه استصعصت عليكم أن تأخذوها من إنجلترا. أو غوانتانامو بالنسبة لكوبا، أو الجزر اليابانية مع اليابان مع الاتحاد السوفيتي. ما دخلكم في هذا الموضوع؟ لقد حاول المغرب ولم يكن يريد ولم تكن نية المغرب الدخول في صراع مع إسبانيا، فدخل إلى جزيرة ليلي. فما كان ردكم أنتم أهل السياسة؟ لقد ساندتم الموقف الإسباني وتنتظرون من بعد وتقولون وتتهموننا بأننا لا نريد تحرير سبتة ومليليا، وأنتم من يقول علنا بأن هاته المدينتين فهما إسبانيتين وأن المغرب لا حق له في استردادها. كفوا أنفسكم على هذا الموضوع، هذا موضوعنا نحن ليس موضوعكم، ولا أريد أن أدخل في تاريخ الجزائر حتى لا أتهم بأنه التلاعب بأحاسيس الناس. فلدي من اللباقة، لدي من اللباقة ما يجعلني أتفادى هذا الموضوع. تتكلم على سبتة ومليليا وتقول بأنه المغرب لم يسترجعها منذ 500 عام، وأنت مدى أخذت استقلالك؟ ومتى أخذت استقلالك؟ وهل فعلاً أخذت استقلالك؟ مداخلتك كانت مداخلة باللغة الفرنسية من ألف إلى ياء، من هو المستقل؟ نحن أم أنت؟ من المستقل؟ ملك يتخاطب مع الناس بلغة البلاد؟ أو ناس سياسيين يتخاطبوا مع أهلهم بلغة المستعمر؟ من هو فعلا المستقل؟ من؟ نحن أم أنت؟ من عرب؟ نحن أم أنتم؟
لكن كما يقول في البلاد الله يبسخ لم يحشم. الله يبسخ لم يحشم. تتكلم باللغة الفرنسية وكأننا نستمع إلى رشيد نكاز لوديك. لا ينقصك إلا علم فرنسا وراءك. لا ينقص إلا علم فرنسا فوق علم الجزائر وراءك. أظهرت لنا فعلا بأنه لا تستحق أن تكون رئيسا لهذه البلاد، وأنك مستعمر ذهنيا ثقافيا مستعمر، وأنت أكبر خطر يهدد الجزائر. ولأختم فأنا أقول لك كما قال الرئيس الجزائري، قال أنا عندي كونتر خطة، وهذه الكونتر خطة تقول بأنه ليس هناك حل لهذا النزاع إلا بقبول الأرض الواقع. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، شئتم أم أبيتم، طال الزمان أم قصر، لن يتزحزح المغرب عن صحرائه. عليكم أن تأخذوا هذا مني، لن يتزحزح المغرب عن صحرائه. أبيتم أم قبلتم هذا شأنكم. اجعلوا من كل الموارد التي هي في بطن الأرض الجزائرية لتمويل مشروعكم فلن يمر، لن يمر. وأنا أقول لكم بأن هذا المشكل وهو مقبرتكم، ولن يحصل هناك أي انفصال في هذه المنطقة. تقول بأنه نحن إخوة ونحن نصلي ونحن كذا وعند مساجد، فأحسن نصيحة أقول لكم عليكم بأنفسكم، عليكم بأنفسكم. وفي الأخير أقول ليس من اللباقة، ليس من اللباقة، ليس من اللباقة أن تقول بأني أبعث رسالة إلى جلالة الملك وتقولها بلغة المستعمر. هذا نقص في الاحترام، نقص في الاحترام. سيداتي آنساتي سادتي، شكرا على حسن متابعتكم، ونتمنى لقياكم في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.